مظاهرات ابتدى المتظاهرين بشكل مبكر في التوجه إلى ميادين الجمهورية. لقطات عندنا من ميدان التحرير وتجمع للمتظاهرين في ساعة مبكرة. المتظاهرين كانوا أغلقوا مجمع التحرير، وعدد من الموظفين اللي عاملين في مجمع التحرير انضموا بالفعل إلى المتظاهرين. المتظاهرين علقوا على مجمع التحرير يافطة بتقول مغلق بأمر الشعب. وزي ما حضراتكم شفتوا اللقطات من ميدان التحرير، بدأ بالفعل وبشكل مبكر تكوين المربع الآمن أو الدائرة الآمنة للسيدات اللي عايزين يتظاهروا في خصوصية من قبل شباب ميدان التحرير. في بقعة أخرى من بقاع الجمهورية وفي مدينة الإسكندرية بالتحديد في ميدان سيدي جابر، ابتدى منذ وقت مبكر منذ ساعتين تجمع عشرات أو مئات من المتظاهرين أمام محطة سيدي جابر للقطار. وفي ربع العدوية ما زال الاعتصام مستمر، وما زالت هناك توافد لعدد من أبناء والمنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي في ميدان ربع العدوية. عدد من الأخبار الهامة نوجزها لحضراتكم على مطلع كل ساعة من ساعات التغطية من استوديوهات سي بي سي، أهمها كان إغلاق مجمع التحرير. خبر آخر من نائب رئيس هيئة الإسعاف بيقول إن الاشتباكات في الأمس نتج عنها سقوط 18 قتيل و619 مصاب على في أنحاء الجمهورية ككل. كان نصيب الأسد في هذه الإصابات والوفيات من محافظة الجيزة، من ميدان النهضة القريب من جامعة القاهرة، ومن ميدان الكتكات. احنا قلنا قبل كده وكررنا وعدنا وزدنا عن حرمة الدم المصري، وان كل المصريين سواء في الاعتداء عليهم، كل المصريين سواء، كل المصريين غاليين جدا عندنا بغض النظر عن تياراتهم السياسية. وبالتالي هذه المظاهرات يجب ان تظل سلمية، ويجب ان نحافظ على سلميتها، ويجب ان نمتنع عن الاعتداء على أي طرف ينتمي لأي فصيل سياسي، ويجب أن نمتنع أيضا عن توجه إلى مقرات هذه الأحزاب أو الحركات السياسية. ولكن رغم تكرارنا لهذه الرسالة، إلا أن البعض بيحب يصطاد في المية، والبعض بيحب أنه يتدخل. وكان في عدد من الأخبار النهاردة منها تصريح لوزير الداخلية. وزير الداخلية في الصفحة الثانية لجريدة الأخبار اتكلم عن اعترافات أحد المتهمين في قضية إطلاق النار من داخل مكتب الإرشاد على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد أول امبارح، وقال إن كان هناك مسلحين داخل، المتهم قال إن هناك مسلحين، كان هناك مسلحين في كل الأدوار، وكانوا يقوموا بإطلاق النيران على المتظاهرين خارج مكتب الإرشاد. نتج عنه زي ما نقلنا لحضراتكم في وقته عدد 8 قتلى وأكثر من 45 مصاب. معنا النهاردة في استوديو البث المباشر فضيلة الشيخ أحمد تركي، وهو أحد الدعاة الإسلاميين وأحد علماء الأزهر الشريف، علشان نقول ونفهم ليه الرسالة بتاعت نبذ العنف حتى الآن لا تصل إلى عدد من المتظاهرين، ولا تصل إلى عدد من المنتمين إلى التيارات السياسية. شرفتنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بيك فضيلة الشيخ. رغم حرص الجميع على تأكيد على سلمية التظاهر ونبذ العنف، إلا أن هناك البعض اللي بيستخدم مصطلحات دينية والشحن المعنوي للشباب علشان يقوم ببعض أعمال العنف. ليه الرسالة مش واصلة لعدد من الشباب على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح لي في البداية قبل أن أجيب أن أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بنجاح هذه الثورة المجيدة التي تعد من أعظم ثورات التاريخ عند البشرية، وليس في تاريخ مصر سواء القديم أو الحديث فقط، في سلميتها، في رقيها، في عظمتها، في وعيها. هذه الثورة حقيقية، أعتقد أنها ستلهم الأجيال البشرية عبر التاريخ دون مبالغة كيف يتم التغيير والإصلاح برقي وبتحضر. ثم اسمح لي أيضا أن أوجه التحية والشكر والتقدير لأبطالنا، أبطال القوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، على هذا الموقف المشرف
الذي شرف المصريين وأعاد لهم أوضاعهم على المستوى الشعبي وعلى المستوى العالمي، وعاد للمصريين كرامتهم. وأحيي أيضا إخوتي رجال الشرطة الذين عادوا بوطنية وبإخلاص. رأينا مشاهد أمس كيف أنه يطلق النار مع سبق الإصرار والترصد على الضابط الذي يلبس بدل البيضاء ويتوشح الطبنجة بتاعته ويتلقى الخرطوش في صدره والرصاص في صدره ليحمي الناس، ويستطيع أن يدافع عن نفسه، ولكن يقول لا، دم المصري حتى وإن أطلق النار حرام. المشهد ده شفناه كثيرا. أنا أحيي إخوتي في رجال الشرطة والشعب المصري والقوات المسلحة. سألتني لماذا يوجد خطاب يقول قال الله وقال الرسول وهو يحض على إراقة دم المصريين، يدعي السلمية وهو يحض على العنف. ديت لو رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا ذلك موجود. لما تقرأ سورة المنافقون، وأنا لا أبالغ إنما هذا هو قرآننا، لما تقرأ سورة المنافقون كيف أن الله تبارك وتعالى وصف المنافقين في سورة كاملة تسمى بسورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ليس عندهم خطاب، ليس عندهم رؤية، ليس عندهم هوية. دي يا فندم عذرا للمقاطعة، دي المشاهد اللي جاية من جريدة الوطن. أيوة. وفيها استشهاد مقدم شرطة في منطقة بين السرايات، اللي هو نائب المأمور، اللي هو نائب المأمور. في روايات متضاربة، في روايات متضاربة. أحد هذه الروايات بيقول إن هو قد استشهد، جريدة الوطن بتقول إن هو قد استشهد، ولكن هناك روايات أخرى بتقول إن هو أصيب إصابة بالغة بطلق رصاص في وجهه ونقل إلى مستشفى العجوزة في الشرطة. الله دعو الله سبحانه وتعالى إن مات أن يرحمه رحمة واسعة من الشهداء، وإن كان حيا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويعود سالما إلى أهله ووطنه وإخوته. آمين يا رب. إذا سمحت لي فضيلة الإمام، في بس خبر جاي لنا، خبر عاجل محتاج أقوله للناس، وهو أن هناك حاليا اجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة. الفريق أول عبد الفتاح السيسي يجتمع الآن بالقيادة العامة للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة لبحث المستجدات الأوضاع قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحتها القيادة العامة للقوات المسلحة إلى القوى السياسية للاستجابة إلى مطالب الشعب. الاجتماع القائم حاليا في الأمانة العامة لوزارة الدفاع يحضر وزير الدفاع والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية في والمناطق العسكرية في القوات المسلحة، وكذلك عدد من مديري الإدارات والهيئات العسكرية الهامة مثل مدير إدارة الإمداد والتموين وغيرها من الإدارات العسكرية. هنوافي حضراتكم بأي تفاصيل تأتي من هذا الاجتماع الهام اللي بيعقده الفريق السيسي مع رئيس الأركان وقادة أفرع وهيئات القوات المسلحة بالإدارة العامة بالأمانة العامة للقوات المسلحة. نعم. كان احنا حضرتك كنت بتقول لي بتتكلم على المنافقين وعلى التحريض اللي موجود، صحيح. وانا عايز ازود على المشهد اللي حضرتك بتوصفه، مشهد التحريض القادم من القيادات. شفنا منصات في تجمعات تبعته حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها القيادات السياسية بتقول للمتظاهرين سنسحقكم، سنوجه إليكم الضربة القاضية، وقيادات أخرى بتقول إن لن يتم العبور إلا على جثثنا وأجسادنا، وصور دموية رهيبة جدا ترسم، وتحريض كبير جدا يتم على المنصات للشباب وللمتظاهرين اللي بينتموا للتيارات الإسلامية، وفي الآخر تسمى هذه المظاهرات والمليونيات مظاهرات نبذ العنف. فبقول لحضرتك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. نحن ما كناش متصورين بعد هذا التهديد والوعيد والويل والثبور أن يكونوا بهذا الضعف، ما كناش متصورين. يجي بقى سورة المنافقون تقول ايه؟
يعني انا متوقع ان عبد الله بن ابي بن سلول لو كان عايش النهارده ما كانش هيعمل اكتر من اللي هم عملوه. يا ما هو شيخ المنافقين. يعني انا بقول لحضرتك اهو، شوف نفس الصوره، لما حصل شجار في غزوه بني المصطلق سنه 5 هجريه ما بين المهاجرين والانصار، بعض المهاجرين وبعض الانصار تشجروا حول اولويه السقايه من الماء، فقال بقى قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه والعز بالله والاذل للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خبر وصل لسيدنا النبي قال حلف بالله أنه لم يقل هذا. نفس الوضع، يهدد ويقول ما أقصدش، يقول ويقول لك لا أنا ما قلتش. فبالتالي هذه الأمور لا وزن لها الآن. إذا تحدثنا عن كهنة النظام، دائما النظام الاستبدادي يتخذ كهنة. هؤلاء الكهنة هم الذين يروجون باسم الله ورسوله وباسم الدين، ده في كل الأديان مش عندنا بس. ما هو مزوري الأديان زمان من اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نفس النظام، احنا كمان دلوقتي عندنا كهنة للنظام. واحد يقول لك طبعا كهنة للنظام، لما واحد يقول قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، وكيل وزارة الأوقاف الإخواني يقول أمام الدكتور محمد بديع عند تشييع الشهداء أمام الأزهر الشريف الشهداء الاتحادية، يقول قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، ده تزوير لآيات القرآن الكريم ولفهم القرآن الكريم. لما واحد يقول محمد مرسي مذكور في القرآن، انا مش عارف فين، انا خلطت القران، مفيش محمد مرسي موجود في القران. طب هما ليه؟ لما واحد يقول سيدنا جبريل نزل على ميدان رابعه العدويه، لما واحد يقول ان هو حفيد عمر بن الخطاب، لما واحد، هذا كله تزوير وتحريف، يحرفون الكلمه عن مواضعه. ناتي وضع اخر عن المنافقين في سوره المائده، يسارعون في الكفر، سماعون للكذب، سماعون لقوم من آخرين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. تعرفش تمسك ولك أنا قلت لا أنا قصدي لا أنت قصدك، وهكذا تخش دخلك في متاهات. عمرك ما تاخد منه إجابة كلام صريح. لا، وغير كده كمان المتاجرة بقضايا الأمة. يعني مثلا أنا تابع، لما واحد مثلا لازم يكون الخطاب على قدر العمل، لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني أنا أتكلم وعارف ان انا بتكلم ده اعرف اطبقه على ارض الواقع. انا تابعت مره الوفد الذي زار غزه مع الشيخ قرضاوي، وبعدين فوجئت قياده ايضا في وزاره الاوقاف المصريه التابعه لجماعه الاخوان المسلمين، لسه واكل خروف وبطنه قد كده، سننطلق من هنا وليكن هذا الموقف تدشين لتحرير الاقصى. وحضرته اكل وشرب وانبسط وتفسح وراح واتكلم ورجع. فين الأقصى بقى؟ لما قدام رابعة العدوية من عدة جمعة يجمعوا الناس علشان الأقصى وتأييد الأقصى، وبعد 20 متر يقولك بننصر وزير الثقافة. هناك متاجرة بقضايا الأمة، متاجرة بقال الله وقال الرسول، علشان كده انتفض الشعب ولم يصدقوه. يجي وزير الأوقاف الملاكي امبارح يطلع على بعض القنوات الدينية يقول إيه بقى؟ يقول الناس امام رابعه العدويه متوضئون طاهرون، والناس اللي موجودين في الاتحاديه وموجودين في ميدان التحرير دول غير متوضئين وفسقه وعملوا ما حرم الله. ده وزير الاوقاف. عشان كده امبارح طبعا الناس مش منتبهه لقضيه المساجد. الاخوان المسلمون يحرصون على المساجد اكثر من حرصهم على رئاسه مصر. ليه بقى يا فندم؟ عشان السيطرة؟ لأن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا المستوى أو إلى هذا الحكم إلا بقال الله وبهذا التزوير. فيقوم المنابر والمساجد خطاب، فيحولوه من كونه خطاب للدعوة إلى كونه خطاب يخدم على النظام ويخدم على الشخص ويخدم على أجندة ويخدم على التنظيم الدولي، وده اللي حصل في السنوات الفائتة. عشان كده كان كل واحد مؤثر غير إخواني أو غير تابع للنظام كان يستبعد فورا. عشان كده امبارح بقى في موقف بطولي أنا بأحيي العاملين بوزارة الأوقاف عليه. العاملون بوزارة الأوقاف فهموا هذا،
ان الحرب النهاردة المساجد قد تكون آلية من أدوات الحرب وأدوات السياسة. فأقاموا بطرد كل القيادات الموجودة من الإخوان المسلمين في وزارة الأوقاف وأغلقوا الوزارة. وإحنا عملنا بيان امبارح كأئمة أن الوزارة عادت مرة أخرى إلى مصر وليس للتخديم على النظام أو التخديم على التنظيم الدولي. العصيان وصل وزارة الأوقاف. طب اسمح لي فضلت الشيخ، كان امبارح في خطاب لرئيس الجمهورية أو في خطاب لدكتور محمد مرسي الذي يشغل منصب سابقا رئيس الجمهورية. دكتور محمد مرسي خطابه الطويل جه في مفردات أنا كشخص متابع أعتبرها فيها نوع من أنواع العنف اللفظي، وكان بيقول إن لو هيعدوا على الشرعية يعدوا على جثتي وسأقتل وأموت فداء لهذه الشرعية. ليه الخطاب اللي فيه عنف لفظي يصل إلى الدكتور محمد مرسي ويتكلم بيه في خطاب عام للناس، وإيه تأثيره على القواعد اللي موجودة في الأحزاب اللي تنتمي إلى التيار السياسي اللي بيسمي نفسه بتيار الإسلام السياسي؟ أنا عايز بس أوضح نقطة قبل ما أجاب على السؤال المهم ده، وعندي أنا عندي إجابة. أنا ضد الشيخ يعمل بالسياسة. الشيخ والقاضي والعسكري والشرطي دول ملهوش علاقة بالسياسة، حتى لهم إن أراء سياسية لا يظهروها. حضرتك أنا تحريم يوم الجمعة، أنا وولادي وزوجتي. حضرتك بتنزل ميدان التحرير مع الأسرة يا بنطلون وتشيرت أو بنطلون وقميص. امبارح بس نزلت بزي الأزهري عشان إيه؟ فقط علشان موقف وزارة الأوقاف، عشان نعمل بيان بتاع الأئمة. المرحوم الشهيد عماد عفوت، حد كان عارف إنه كان في ميدان التحرير؟ لا خالص. دي نموذج الشيخ الأزهري الوطني اللي بيفرق ما بين الدور الوطني والدور السياسي. فانا الحقيقه مش هقدر احللك سياسيا، لكن هقول لك الملاحظات من وجهه نظر الدين. واحد، الدكتور محمد مرسي بليد صراحه. انا بقول لك الدكتور محمد مرسي بليد، ليس هذا اتهاما وليس هذا قذفا وسبا، انما هي صفه، بليد في القياده. في روى الامام مسلم في صحيحه، جاء سيدنا ابو ذر وقال يا رسول الله، سيدنا ابو ذر مكانته معروفه، مكانته معروفه لدى الجميع، قال يا رسول الله استعملني، انا عايز اكون قائد وظيفه اي حاجه استعملني. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. راجل صالح وراجل حافظ القرآن وراجل علاقته ربنا كويسة، بس ملوش علاقة بالقيادة. الفترة اللي فاتت كنا محتاجين قائد تحويلي، والموضوع ملوش علاقة بالدين مطلقا. هرجع بقى لكهنة النظام. كهنة النظام دائما من أجل أن يسيطروا على عقول الناس وعلى عواطفهم وعلى حياتهم وعلى توجهاتهم، أي صراع في الدنيا يحوله إلى صراع كفر وإيمان وصراع إيمان وفسوق دائما كده. ما هو الـ أتباع مسيلمة الكذاب، ما هو استخدموا نفس الخطاب، وكانوا عارفين أنه على باطل على فكرة بالمناسبة. لما دجلوا على الناس كانوا عارفين أنه على باطل، فلما قالوا بينهم وبين بعض كده، في واحد قال لا ما أنت عارف أن مسيلمة كذاب، إحنا بنتبعه ليه؟ فقال قولته كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر. يعني إيه؟ كذاب اللي يكذب من ربيعه اللي هي القبيله بتاعتنا، الجماعه بتاعتنا، التيار بتاعنا، لا احنا هننصره بكل ما اوتينا من ادوات حتى بالتدليس، افضل من صادق مضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من قبيله مضر. ده نفس المنطق كهنه النظام يحولون دائما اي صراع من صراع سياسي، صراع سياسي، صراع ديني، كفر واسلام، صراع اجتماعي، صراع ديني، ايمان وفسوق، اي صراع يحولوه من كونه صراع سياسي أو ديني أو اجتماعي أو إلى آخره، يحولوه إلى العقيدة ويحولوه إلى الفسوق والإيمان، عشان يسيطروا على الناس، على عواطف الناس وتوجهات الناس إلى آخره. ومن ثم محمد مرسي كان في جاء في الوقت الخطأ، ما مش ليس عنده وقت القيادة، ولذلك استنفر الناس لمدة سنة
استنفر الناس والناس استنفروا والناس اللي في ميدان التحرير يحبون الله ورسوله وبيصلوا وكل شيء. اسمح لي فضيلة الشيخ، واحنا بنتكلم على أتباع النظام ومن يهيئون الطريق أو يمهدون الطريق أمام الرئيس أو الحاكم، عندنا خبر عاجل، وهذا الخبر غرفة أخبار سي بي سي بتقول لنا إن أصدرت الجماعة الإسلامية وحزبها حزب البناء والتنمية دعوة إلى دكتور محمد مرسي، بتطالب دكتور محمد مرسي بعقد استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة. للتوضيح بس، الجماعة الإسلامية مش بتطلب من دكتور مرسي إنه يعمل انتخابات رئاسية مبكرة، لا، هي بتطلب من دكتور مرسي إنه يعمل استفتاء للشعب ويسأل الشعب هل تودون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولا لا. لو الشعب قال تجرى انتخابات رئاسية مبكرة، لو الشعب قال لا يظل دكتور محمد مرسي في منصبه كرئيس للجمهورية. وأنا عايز أقول لكم إن ده كان أحد السيناريوهات اللي القوى السياسية علقت عليه في الأيام الماضية، ورفضته القوى السياسية من قبل أن يطرح هذا السيناريو. السبب إن وجود حكومة يشرف عليها دكتور محمد مرسي، وجود حكومة يرأسها دكتور هشام قنديل، قد لا تؤدي إلى نتيجة استفتاء معبرة بشكل حقيقي عن إرادة الشعب المصري. وبالتالي للتذكير، الجماعة الإسلامية تدعو دكتور محمد مرسي إلى إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة. عذرا فضيلة الشيخ على المقاطعة، ولكن حضرتك كنت بتتكلم عن ملامح القيادة ومميزات القيادة، وأنا عايز أخد حضرتك إلى أحد الملامح اللي شفناها مبارح في خطاب عدد من القنوات الدينية، مش هنقول كلها ولكن عدد من هذه القنوات، عن مساعدة الملائكة إلى المعتصمين في ميدان ربع العدوية، ونزول سيدنا جبريل ليؤيد هؤلاء المعتصمين في ربع العدوية. وزي ما حضرتك كنت قلت إن دكتور محمد مرسي، زي ما حد من هؤلاء المشايخ بيقول، هو حفيد عمر بن الخطاب. هذا اللغة دي والمتجرة بالكلام ده، مش مفيش تخوف عند حضرتك كرجل تدعو إلى الله إن هو يؤثر على المعارضين لدكتور محمد مرسي ويحسسهم إن هناك من يستغل الدين بهذا الشكل؟ لا بالعكس، ده الخطاب ده الناس فهمته وميزت ورجعوا للأزهر مرة تانية. كان الناس في الحالة من التوهان، رجعوا مرة تانية، والدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين للأسف الشديد أهلكوا أنفسهم عن بينة، انقلب السحر على السحر، انهلكوا. أقول لحضرتك أهو الكلام ده لو من سنة ممكن يجيب نتيجة شوية، بس دلوقتي خلاص الموضوع انتهى وتعرف، وخروج الملايين 17 مليون أو 20 مليون شوارع مصر في وقت واحد، كبار وصغار ومتدينين وكل عواجيز وناس كلهم موجودين في الشارع، ده رد على مثل هذه الخطابات، وهي لن تجدي مطلقا يعني ولا عاد لها أي تأثير، إلا طبعا بعض الناس اللي هم غلابة مساكين اللي هم بيقادوا بدون عقل وبدون روية. وهو الفرعون ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. ده كان زمان، مصر النهاردة استخف قومه فعصوه، ما عادش فقطعوه ديت، ما عادش ان انا لا انا حوصلكم الجنه تعالوا لي، ما عادش الشاشه اللي بتقول انا شاشه توصلك للجنه، ما عادش الشيخ اللي هيروح يوصله للجنه. بص اقول لحضرتك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر بني اسرائيل في القران اكثر من ذكر اي امه اخرى. لماذا؟ لانها وقعت في نفس الاخطاء، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قدسوا رجال الدين اكثر من تقديس الله ورسوله، قست قلوبهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قست قلوبهم لدرجة إن الدم بيهددوا به، بيقول يا إما الدم، وبالفعل نفذوا التهديد امبارح وأريق الدماء، ويقولوا دول في النار زي بنو إسرائيل ما عملوا، زي بني اسرائيل ما عملوا، يقتلوا الانبياء او الرسل، والايه دي جت بعد جريمه قتل في سوره البقره، نفس الوضع نفس السيناريو. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الاخطاء الاجتماعيه عشان يحذرنا منها، وقعت فيها جماعه الاخوان المسلمين. انا كنت اتمنى من الاخوه في جماعه الاخوان المسلمين ان يقبلوا الهزيمه ويتنحوا مباشره دون تحريض
ودون عنف ودون إراقة الدماء حفاظا على المصريين ودون تصنيف المصريين، واعتبروها وكانوا يعتبرونها جولة سياسية، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أخطائهم ويصححوها. ده إذا كانوا متجردين. يا راجل ده ما فيش ولا واحد منهم استعان بالله ورسوله، ده ما حدش قال نستعين بالله. استعانوا بالولايات المتحدة الأمريكية، استعانوا بالأتباع في كل مكان، استعانوا بالدماء والخطابات المحرضة والخطابات الكراهية وتصنيف المصريين إلى مؤمن وكافر ومسيحي وغير ذلك، استعانوا كل شيء. ما فيش ولا واحد قال نستعين بالله. ده اللي قال هنسحقهم ما قالش ربنا، ما قالش أي حاجة خالص. اسمح لي أقول لك بعض الحجج والدعاوى اللي هم بيسوقوها للشباب أو لي. أنا مش معتقد أن في مصريين بسطاء لهذا الحد، ولكن هنفترض أن هم قلة قليلة. هم بيقولوا لهم إيه؟ أن اللي خارجين دول ضد دكتور محمد مرسي دول خرجوا عن طاعة الحاكم، وبالتالي يجب درء الفتنة والقضاء عليهم. تقول لهم إيه يا فندم الناس اللي بتسمع كده؟ لا أقول لهم ارجعوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسمعوش الكلام ده، الكلام ده كذب، الكلام ده هذا تزوير. النبي قال إيه في الموضوع بالعقول. ده هذا استخفاف بالعقول. النبي لعن الإمام الذي يؤم القوم ولهم له كرهون. يعني الإمام أو الحاكم الذي يحكم الناس وهم له كارهون، ربنا سبحانه وتعالى لعنه من فوق سبع سماوات. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإمام العادل وجعلهم في من زمرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معقولة 17 مليون كارهين دكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين؟ هل مشخصنين الموضوع؟ الموضوع مش شخصي خالص، ما يفرقش. لو كان مكان محمد مرسي أي حد تاني في مصر، أي كان توجهه، كان الناس هتطلع برضه، ما دام السياسة واحدة. الناس لم يجدوا في الدكتور محمد مرسي ولا في جماعة الإخوان المسلمين ولا في النظام الحاكم مأوى ولا احتواء ولا كلمة طيبة ولا خطابات تحتوي غضب الناس ولا أي شيء. ولذلك أنا سميتها البلادة صفة وليس سبا، البلادة في كل شيء. أنت عارف، أنا اسمح لي في قصة يعني شعبية عن شخصية وهمية تسمى أبو العريف. بيقول لك أبو العريف كان في قرية وعزبة، وبعدين يدعي أنه عارف كل حاجة وله أتباع في الطب، عارف في الزراعة، عارف كل حاجة، عارف فلاح بسيط قاعد البقرة بتاعته، جات البقرة بتاعته تشرب من الزير، فرأسها دخلت داخل الزير اللي هو بيشرب منه الماء. راحوا لأبو العريف، جه أبو العريف قال هدوا البيت. ليه بس نهد البيت؟ ده الموضوع موضوع بقرة ومية، نهد البيت ليه؟ لا، ده انا والعريف ما نتناقش. فاتبعوا هدوا البيت، راحوا علشان يطلع راس البقرة بقى ويحافظ على المكان بتاع المية ويحافظ على اكل عيش الناس الغلابة دول. قال لهم طب اذبحوا البقرة، ذبحوا البقرة. قال لهم كسروا الزير، كسروا الزير، خربوا بيت الناس. هو ده الدكتور محمد مرسي، هم دول جماعة الإخوان المسلمين، ضيعوا المية، ضيعوا البلد في كل شيء. الصراع ليس ديني وليس عقدي، لأن الناس دخلت في الإسلام من أكثر من 1400 سنة. هل يحق لأي من أعضاء الجماعة الإخوان المسلمين أو من يواليها إن هو يطلق النار على المعتصمين تحت أي حجة دينية؟ يا فندم، الله تبارك وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني إيه؟ يعني اللي قتل 16 واحد امبارح كأنه قتل البشرية كلها من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. يعني الذي حرض، والدكتور محمد مرسي يتحمل هذا، الذي حرض الناس على إهراق دم واحد حتى لو غير مسلم، كأنما قتل الناس جميعا. ومن تركها، من أحياها يعني تركها، يعني لم يتورط في دم، زي البطل امبارح اللي جايب دمه، الشرطي امبارح اللي جايب دمه وأبى أن يضرب النار على الذي ضرب عليه النار، فكأنما أحيا الناس جميعا. فارق كبير. احنا عندنا تأكيد يعني عندنا تأكيد عفوا ان نائب المأمور، نائب مأمور اسمه بلاء الدكرور لم يتوفى،
هو أصيب في مصدر أمني بيصرح لغرفة الأخبار بأن هو أصيب بطلق ناري في أحداث بين السرايات اللي وقعت ما بين مجموعة من أهالي بين السرايات والمتظاهرين اللي بينتموا للجماعات الإسلامية حوالين جامعة القاهرة. كان في عدد من الأعضاء كانوا بيعتلوا أسطح المباني وبيضربوا نار حي وخرطوش على الأهالي، ومنهم نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور اللي تم التأكد بالفعل ان هو لم يلقى مصرعه ولكنه اصيب اصابة كبيرة جدا واتنقل الى المستشفى. في مصدر امني كمان بيصرح لغرفة اخبار سي بي سي ان وزير الداخلية قرر تعيين اللواء حسين القاضي مدير لامن الجيزة على خلفية الاحداث اللي حصلت امبارح. اذا تم تغيير مدير امن الجيزة وتعيين اللواء حسين القاضي، هل الاسم كده صحيح؟ اللواء حسين القاضي كمدير لأمن الجيزة على خلفية الأحداث اللي حصلت عند جامعة القاهرة امبارح. حاجة بتقولي ان ما فيش اي مبرر، ولكن هم بيسوقوا حجج كتير جدا ممكن يقنعوا بيها البسطاء. ده بقى ما انا بقول لحضرتك اهوت، ده نرجعنا بقى للنفاق. يخرجن الاعز منها الازل، واول ما يتزنق ويتسائل يقول لك ما حصلش. لو يخرجن الاعز منها الازل، كلام واضح من عبد الله بن ابي بن سلول. جه لما سيدنا عمر الخطاب قال يا رسول الله مرعب بدأ نشوف يضرب عنق هذا المنافق، ما حصلش. وبعدين سيدنا النبي شوف القياده، يتعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القياده. فقالوا يا رسول الله عنق هذا المنافق، قال لا، حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مش وقته. وبعدين رجع وطفى الفتنه ومات عبد الله بن ابي بن سلول. ده دليل ان القياده مش شخصنه، مش انا واخد موقف من القاضي، موقف من الازهر، واخد موقف من فلان، لا ده فلان ده وحش، ده تاريخه كذا. القياده ليست شخصنه، القياده هي مصالح. فجه عبد الله بن ابي بن سلول مات، فجه عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول اللي عارف ان ابوه راس النفاق، جه يا رسول الله انا عارف ان ابي كان منافقا وهو في النار، فارجوك اعطيني ثوبك وكفنه فيه لعله تدركه رحمه الله. سيدنا النبي يعمل ايه؟ يقول ده في النار، ده الكافر الفاسق، فاعطاه ثوبه فكفن فيه عبد الله بن ابي بن سلول اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. اللي حارب سيدنا النبي هذه الفتره الطائله وحاول ان يشق صف المسلمين، قالوا يا رسول الله طب استغفر، فاستغفر له رسول الله، فانزل الله تعالى قوله استغفر له أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو علمت أني لو استغفرت له فوق 70 لاستغفرت له كي يغفر الله له. إيه ده؟ هذه السماحة وهذا التسامح، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، هو ده القرآن، هو ده السنة، هنروح فين؟ لكن هذه الخطابات المحرضة العنيفة اللي بتتاجر بقضايا الأمة، تتاجر بقال الله وقال الرسول، تحول الدعوة الإسلامية والقرآن والسنة من كونه يخدم على الأخلاق ويغير واقع الناس ويحاصر الفساد الموجود في الأرض إلى أنه يخدم على النظام، وفلان ابن عمر بن الخطاب وفلان أيدته الملائكة وغير ذلك. هذا دجل ينبغي أن يحاسبوا عليه، ينبغي أن كل من تورط في هذا ينبغي أن يحاسب. ده اللي بيفتئت على حد بنقدم ضده جنحة سب وقذف، اللي بيفتئت على الله ورسوله نسيبه كده؟ حكم المحرضين ايه يا فندم؟ في القرآن الكريم أشار إلى مفهوم الفساد ومفهوم الإفساد. الفساد أن يكون الإنسان فاسدا في نفسه لكن يتضرر منه من حوله، لكن لا يحرض على الإفساد، لا يحرض على الفساد. ها ده إن الله لا يحب المفسدين. لكن مفهوم الإفساد يعني أن تقود الناس في الإفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
أنا بشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الأفاضل على هذه المعلومات، وأنا عارف أن حضرتك في الآخر قلت لنا حكم هؤلاء المحرضين المفروض حسب القرآن والسنة المفروض يحصل فيهم، ولكن في النهاية طبعا الحكم لأولي الأمر مش الحكم للناس إن هي تنفذه في الأرض، ولكن يكفي يكفي في النهاية هم عرفوا حجم الفساد وحجم الكذب الإفساد والكذب اللي هم بيعملوه في الناس. بشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ. الثورة موجودة، أرجو من الناس ما يزهقوش، لازم نتني في الميدان، نظل في الميدان حتى لا تكون هناك ثورة مضادة وحتى لا ترتكب هناك جرائم. الأمن القومي مرتبط بوجود الناس في الشارع، مش وجود الناس في البيت. الأمن القومي النهاردة مرتبط بوجود الناس في الشارع. الكثرة لا شك أنها بتجبر المعتدين على أن لا يعتدوا، والنظام سقط وسنبدأ صفحة جديدة. والصراع الآن ليس صراع كفر وإسلام، إنما هو صراع سياسي حول إصلاح مصر، والناس عندهم دين أكتر من أي حد يتهم الناس في دينهم أو في إيمانهم. تحيا جمهورية مصر العربية، كل التحية لشهدائنا، شهداء ثورة 25 يناير أو شهداء ثورة 30 يونيو. إحنا دورنا وطني كأزاهرة وليس دور سياسي، لازم بد أن أؤكد على هذا. بشكرك جدا فضيلة الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الأفاضل. ومشاهدين اسمحوا لنا أن احنا نعرف الموقف على الأرض، والموقف على الأرض في عدد من المحافظات. اسمحوا لنا نبتدي من محافظة القاهرة ومن ميدان التحرير وزميلنا حسن معتز. حسن، إيه الموقف عندك في التحرير؟ احنا شايفين عدد من المتظاهرين ابتدوا يتجمعوا في الميدان. سمعنا أستاذ علي، هو المتظاهرون بدأوا التواجد على ميدان التحرير منذ الصباح، الأعداد بتتزايد بشكل ملحوظ. المنصة الرئيسية في الميدان بتطلق الأغاني الوطنية من حين إلى آخر. المعتصمين يقفون أمام المنصة يغنوا معها ويصفون ارحل والشعب أسقط النظام، رافعين الأعلام كما يطلقون الألعاب النارية. هل ما زال التأمين مستمر لمداخل الميدان يا حسن؟ تمام. أيضا اللجان الشعبية بتؤمن الميدان من جميع المداخل والمخارج، حتى أبواب المترو يقفون عليها للتأمين. من يدخل الميدان يتحقق من شخصيته ويتم تفتيشه ذاتيا. يوجد أيضا فتيات في اللجان الشعبية لتفتيش السيدات، وذلك لتأمين المتظاهرين المعتصمين والحفاظ على السلمية. حسن، احنا كنا شفنا الصبح لقطات لمجمع التحرير والمعتصمين والمتظاهرين بيغلقوه، ما زال المجمع مغلقا ام تم فتحه؟ لا، المجمع لسه الى الان مغلق. المجمع مغلق حتى الان. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسن معتز من ميدان التحرير. وننتقل من محافظة القاهرة الى محافظة اسكندرية وبدء توافد عدد من المتظاهرين على محطة سيدي جابر وامام محطة سيدي جابر. معنا على التليفون زميلنا هشام الرباط. هشام، ايه الموقف عندك في اسكندرية؟ صباح الخير أستاذ علي. يعني حتى الآن الأعداد والتجمعات قليلة بميدان سيدي جابر، خاصة أن التظاهرات كانت مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن اشتاطوا غضبا بسبب خطاب الدكتور مرسي الذين قبلوه بهتافات ارحل ارحل ورفع الأحذية وإطلاق الألعاب النارية وتشغيل الأغاني الوطنية. هذا الخطاب كان سببا في قطع المتظاهرين صباح اليوم لطريق الكورنيش من ناحية شارع المشير باستخدام بعض الأخشاب، وطلبوا الأهالي بالمشاركة والاستجابة للدعوات الصيام المدني التي أطلقوها. من المفترض أنه بحلول الساعة الخامسة ستأتي المسيرات الحاشدة التي تنطلق يوميا هنا في الأسكندرية إلى ميدان سيدي جابر. الآن المتواجدون والذين يأتون إلى الميدان يأتون بشكل فردي وليس في مسيرات، ونحن الآن في انتظار هذه المسيرات. وإحنا هنتابع معاك يا هشام على مدار اليوم المسيرات اللي هتنطلق من مختلف أنحاء اسكندرية في اتجاه ميدان سيدي جابر. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا هشام الرباط من اسكندرية. نذهب سريعا من محافظة اسكندرية إلى المنوفية، وهناك أخبار عن اشتباكات بدأت تحدث في محافظة المنوفية. معانا على الهاتف زميلنا محمد أبو عيطة. محمد، هل حقيقي إن في اشتباكات في المنوفية؟ يعني علي، لم تؤكد مديرية الأمن هنا ولا يعني أي جهاز أمني لم يؤكد حدوث أي اشتباكات منذ صباح اليوم، باستثناء يعني اشتباك كان حصل ليلة أمس، وهو أنه بعض المحتجين هنا اقتحموا مدرسة تسمى المدرسة الإسلامية في شبين القوم وكسروا أبوابها. من الواضح أن المحتجين كانوا بيبحثوا عن أسلحة مفترض وجودها لجماعة الإخوان المسلمين. بعد الاقتحام تبين أن المدرسة لا يوجد بها أي سلاح،
وانا موجودين بها خمسه فقط من العمال. منذ الصباح الباكر بدات تبعات ردود الفعل المواطنين هنا على الخطاب الرئيس بتظهر. هناك قطع للطرق الرئيسيه التي تربط المنوفيه بالقاهره، ومنها خط قويسنا القاهره السكه الحديد، وقطع طريق شبين الكوم القناطر، وقطع طريق القاهره اسكندريه عند مدينه بركه السابع. هناك عصيان مدني متواصل في جميع المجالس المحليه بمدن المنوفيه، وبتتوافد الانباء عن مشاركه كثير من الوحدات المحليه في كثير من قرى المنوفيه، وهناك بعض المحتجين بيقوموا باغلاق المزيد من المصالح الحكوميه هنا في شبين الكوم التي لم تكن قد اشتركت في العصيان المدني في الايام السابقه. عمال مصنع ادخنه النخله يقومون الان بمسيره بتجوب شوارع المدينه وبتحمل نعش رمزي لنظام الاخوان المسلمين، وكذلك القوى السياسيه هنا بتقوم بدراسه كيفيه قيامها بالتصعيد اليوم ردا على خطاب الرئيس، كما ان هناك زياده في اعداد افراد اللجان الشعبيه التي انتشرت في عدد من شوارع الرئيسيه والجانبيه لتفتيش المتظاهرين والتحقق من هوياتهم محمد ان يدخلوا لمقر الاعتصام. محمد، في مسيرات النهارده؟ بالطبع يعني بتاتينا كل بضع دقائق يعني اخبار عن انه سيتم تنظيم مظاهرات ومسيرات كثيره في كثير من مدن ومراكز المحافظه لتتجه اليوم الى مقر ديوان عام المحافظه حيث يوجد الاعتصام، ومن المقرر انها يعني بدايه من الساعه 3 عصرا سيكون قد وصلت الى مقر ديوان عام المحافظه. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد ابو عيطه من محافظه المنوفيه. من المنوفيه ننتقل الى محافظه الشرقيه، ومعانا على الهاتف زميلنا حيدر خضير. حيدر، احنا شايفين سيوله مروريه، وهل هناك اي استعدادات لمظاهرات او مسيرات النهارده في الشرقيه يا حيدر؟ هو بالفعل على مدار الايام الماضيه تعودنا ان تكون المسيرات يمكن مع انتصار موجه حراره الشمس يعني في حدود الساعه من الرابعه الى الخامسه وتصل الى ذروتها تقريبا في الساعه السابعه. امس يمكن الناس كانوا في حاله من الاحباط الشديد عقب البيان الذي القاه رئيس الجمهوريه، ويمكن اتجه بعضهم امس في ساعه متاخره الى منزل الرئيس وتجمعوا حوله، ولكن قوات الامن يعني حاولت اقناعهم بالعدول عن هذا الموقف. ولكن هناك بالفعل مجموعه منذ اكثر من يوم تجمعت من حاره التمرد في الجهه المقابله الاخرى من منزل الرئيس، واعتصمت ونصبت قيام وشاشه. وامس يمكن قبل خطاب الرئيس او بيان الرئيس اقاموا له محاكمه صورية أو رمزية، وتم الحكم عليه بالإعدام وتم التنفيذ. هذا جزء يعني، ويمكن إحنا لو اتكلمنا عن وضع حركة العمل في المحافظة أستطيع أن أقول أن أمس عندما سألت عن المحافظ قيل لي أنه يقوم بجولة خارجية، ولكن أنا لم أعد أرى حركة طبيعية للعمل في المحافظة، وهذا يجعلني أعتقد أن المحافظ أصبح لا يمارس دوره الحقيقي الآن. المحافظ أصبح لا يمارس دوره الحقيقي الآن. معلش هننتقل سريعا، بشكرك الأول زميلنا حيدر خضير من الشرقية، هنعود إليك يا حيدر تاني على مدار اليوم علشان نعرف تفاصيل أكتر، ولكن نتوجه إلى المدينة الباسلة بورسعيد وزميلنا عوض الغنام. عوض، كيف استقبل مواطني وأهلنا في بورسعيد خطاب دكتور محمد مرسي امبارح؟ اولا صباح الخير استاذ علي. ما زال خطاب الرئيس مرسي هو المستحوذ على اهتمام الناس هنا. هذا الخطاب من وجهه نظر الكثير من اهل البورسعيديه يدلل على ان هذا النظام يتهاوى وينتحر على مذبح الشرعيه التي ردتها الرئيس مرسي مرات عديده متناسيا حسب وجهه نظرهم ان المظاهرات الاعظم في تاريخ البشريه قد خرجت خلال الايام السابقه. على كل حال في هذه الساعات يتم الان الاعداد لتجهيز العديد من المسيرات في انحاء بورسعيد ومن كل الضواحي. الناس هنا تراهن على خروج اعظم، خروج اكبر للشعب اليوم، ليكون ذلك تفويضا من الشعب للجيش لينفذ الخريطه المستقبليه لمصر والتي اعلن او اعلن عنها في بيان الجيش اول امس. ويبدو استاذ علي ان اليوم سيكون يوما حاسما هنا في بورسعيد. الناس تردد كلمات من نوعيه ان مرسي ونظامه بات من الماضي. عوض، هل في مصالح حكوميه بتعمل في بورسعيد؟ لا لا لا، انا ذكرت في اخر رساله بان اخر حلقه من طوق العصيان المدني كانت المحاكم ومنصات القضاء،
إلا بعض النيابات الخاصة بتجديد حبس بعض الخطرين. أستاذ علي، لم يبقى لي إلا أشير إلى أن هناك حالة الآن هناك حالة انتشار كثيف وملحوظ للعيان من قبل القوات المسلحة، خاصة بعد التدريبات العسكرية التي قامت في ساعات متأخرة بالأمس، قامت بها وحدة خاصة من وحدات الجيش الثاني، وتفاعل مع الشعب هنا في بورسعيد بشكل مبهر. عوض تغطيتك لبورسعيد هتستمر معنا على مدار اليوم، ويبدو أن مدينة بورسعيد في عدد كبير منها في عدد كبير من المصالح الحكومية توقفت عن العمل النهاردة. مشاهدينا اسمحوا لنا ان احنا نخرج لفاصل، وبعد هذا الفاصل تنضم وتتولى قيادة دفة هذه التغطية الزميلة العزيزة دينا عبد الرحمن. نشكركم على بقائكم معنا لهذه المدة، وبعد الفاصل تتواصل التغطية الإخبارية على شاشات CBC.